السلام عليكم. الان كان التواجد بنادي الرحال ديال كره القدم بمدينه الدار البيضاء، المنتخب ديال القصار القامه. كنشكروا الصحفيين، رابطه الصحافه على الاستقبال ديالهم، الاجواء رائعه. والان غادي تكون واحد مباراه حبيه وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي عثمان مغوز ابن مدينه فاس. الحمد لله هذه ماشي اول مباراه كيقوم بها المنتخب المغربي، قام بزاف ديال المباريات في مدينه الرباط، فاس، كازا، جديده، طنجه. والحمد لله كما تلقينا تفاعل مع الجمهور بزاف حباب هذه الفكره هذه، وبدينا كنفرضوا راسنا في المجتمع، ومازال ناقصنا هو شويه ديال المسانده ديال الجامعه والوزاره. دفعنا لهم طلب، عندنا وعود بانهم غادي يعاونونا، ولكن لحد الان مازال ما تلقينا حتى شي خبر انه باغي يساعدونا. حنا مازال كنتمناو الامل ديالنا في الله وفيهم باش يمدوا لنا يد المساعده، حيت حنايا مازالين كنساينوا الثمن ديال التذكيره، هو اللي مازال ما توفرناش عليه. وكنتمناو من الله، من المسؤولين ومن اللي معني بهذا الامر هذا، يشوف من حاله الفريق هذا، لانه هو باغي يرفع الرايه ديال البلاد وباغي يزيد القدام. وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا في الارجنتين ان شاء الله، وكنتمناو من الله غير الخير وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم رئيس الجمعيه المغربيه لقصار القامه وقائد الفريق المنتخب الوطني لقصار القامه كره القدم. كنشكروا الرابطه الصحفيين الرياضيين على هذه المبادره هذه اللي داروا الفريق لقصار القامه، وكنوجه رساله لجميع الصحفيين المغرب اللي شافوا هذه الفئه هذه وعرضوا علينا في مدينه كازو في منطقه مدرسه الرحال لكره القدم. وشكرا، وحنا كنتلبينا الدعوه، وشكرا، شكرا كثير.